السلام عليكم ورحمة الله. أخوكم طارق بسلمان من البحرين. أنا ترى هاوي مو بتاجر، اللي هاوي معناته يربي طيور يعتني فيهم، مو بغرض البيع والتجارة. فأكثر سؤال اللي يجيني في الخاص مساحة القفص حق الإنتاج وكم نوع عندي طيور. خلنا أوريكم البياف بشكل عام. هذه أنثى أوبلان وايت، أوبلان يلو تيل، هذه مش خضراء، هذه لا نازلة من أوبلان، هي أنثى حاليا، وهذا ذكر، هذا ذكر اللي موجود عند الكل، فعندي هذا ذكر بارز ما شاء الله في أكثر من عمره فوق سنتين أو ثلاث سنوات، بس أنثى خليتهم جنب بعض لما يتعودون على بعض وتوالفون، طبعا إذا توالفوا بيكون إنتاج هاللون، لأن ذكر هو اللي يحمل لون فيهم، على حسب معرفتي فيهم. لأن هذا أنثى بتكون، لأن هذا أنثى بارزة عندي حق أنثى، فقلت بخليهم حق بلين، فهم هذين فروخ توهم. هذا ذكر ما طلع للطوق، بس هو بارز حق إنتاج، لأن الطوق ساعات يتأخر. طبعاً خلنا أوريكم مساحة القفص بشكل كذا أفضل يكون عندكم. فمساحة ذي القفص هذه عندنا في البحرين حق العاب أكبر حجم، فحطيت ذي القفص لهم حق إنتاج. الطول اللي عندي تقريبا 42 او 41 سنتيمتر، العرض اللي عندي يكون 75 سنتيمتر، والبياضة او عش العش اللي يكون عندكم عادي، يا تاخذون هالعش او تاخذون العش ذي. ليش الفرق بينهم؟ خلنا بتكلم بعدين. هذا العش اللي موجود متوفر في البحرين عندنا، فهذا لين ما شاء الله فروخ، مو بهذا الزوج، هذا انثى هذا ذكر، هما طبعا اخوان نازلين من ذكر سبليت ونثية زرقاء، فهم نازلين من اوبلاين وايت تيل. هذه فروخ ما شاء الله، بتلاحظون ان هذا فروخ اوبلاين مو ازرق ازرقان نفس اللون، لان هذين فروخ هالزوج ما شاء الله. فهالزوج اول ما انتج اول ما فرخ فقام انا البيض، بسبب ان الانثى حساسه جدا جدا، فهذا الميدان فهذه الأنثى الراكدة، فهي ميدان لها زين أو عش لها زين. أما هذه الأنثى تلاحظون أنا مختار لها العش حق كاسيكو، لأنه حساسة كثير وأقل حركة هي تقوم عن البيض. فخلنا رويكم ما شاء الله، هذه أنثى راكة البيض الحين عندها، وهذه أنثى وهذا ذكر. طبعا أغلب الأزواج اللي عندي موجودين كلهم أليفين أو ربوة القفاص، فالموجودة عندي ما شاء الله كلهم أليفين، لأن طبعاً هذا زوج توني ماخذهم، فهذا لهم أليفين بس ربط القفاص، يعني ما فيهم رابكة ما فيهم صوب. أما هالأزواج حتى هذه أنثى بعد مو بأليفة أليفة، بس يعني ربط القفاص ماخذ راحتها وما تخاف كثير. حالياً بشغل أشتغل عليهم إن شاء الله، أول ما ينتجون برويكم. بالنسبة للإنتاج يكون عندكم زوج راكد، تبون اي زوج عندكم في تبونه يكون عمر مناسب تنتجون منه. طبعا خلنا رويكم، طبعا هالعمر الحين انا راح اشيل هالفرخين اغرهم باليد على اساس يتعودون علي، لان خلاص ما شاء الله كبروا ما شاء الله. خلنا اوريكم بشكل افضل، هذه فرخ من هالذكر، هذين متبنين يعني ام ابوهم تبنين هالفرخين، الحين راح اشيلهم ان شاء الله بكره اغرهم باليد يتعودون علي اكثر واشيلهم عن السمع. اللي بيسالني ليش هذه او هذه او هذه، لان هذه ذكر عبثي كثير ويفتح البيبان ويطلع ويؤدي لكل الطيور، حتى الكناريه والكنيور باينابل بعد يؤذيهم، يفتح لهم البيبان يدخل داخل القفاصه، ومن كذا انا حبستهم بهالطريقه. واذا عندكم اي سؤال بالنسبه حق الانتاج والعمار وبيابي، اي شيء عندكم سؤال تقدرون تسالون في الكومنت ان شاء الله راح اجاوبكم. واتمنى هالفيديو يكون مفيد، شرح بسيط، ترى اول مره اسجل صوتي بناء على طلب الاخوه ان سجل صوتك يكون اوضح. فاذا عندكم سؤال بالنسبه حق الانتاج ما في شيء صعب، فأنا انتجت انت تقدر تنتج منهم، بس يكون عندك طيور
وراكدين في القفص، مو بانك تزعجهم تفتح لهم بيبان او تدخل يديك تطلعهم، لا خلهم على راحتهم حق الانتاج، بس خلهم حق الانتاج. واما اذا طلعهم حق التدريب هذه نادر ينفع حق الانتاج. فدائما اذا يكون عندك طير حق تدريب، نفس هذه مزيون عندي حق تدريب، هذه خلاص اطلع بين فتره وفتره. اما الازواج اغلبهم يكونوا داخل القفص موجودين وحق الانتاج فقط، اساس ما يتعودون علي يتعودون على روحهم. واذا عندكم اي سؤال تسالوني في الكومنت ان شاء الله راح اجاوبكم، وان شاء الله الفيديو يصير مفيد لكم ولي وحق الناس مبتدئين، واسال الله يوفقنا معاكم.